الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سأسمعكم دمشقية وما يكنه للإمام الشافعي رضي الله عنه، فيقول دمشقية: الرسول قال كل بدعة ضلالة. أنا ما أرى أن قول الشافعي يعارض قولي، قول الشافعي يقال يعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ويمكن للشافعي أن يخطئ. هذا الشافعي قد أفتى بوجوب الوضوء من مس الرجل امرأته مجرد اللمس، وقد عارضه أبو حنيفة وعارضه غيره وبينه مخالفة قوله لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول دمشقية أيضا: لو قلنا لهم قال رسول الله ما بيهتموا، بيقولون قال الشافعي. ويقول دمشقية أيضا: شو نعمل يعني في كل مسألة يخالف فيها الشافعي الآن نقول خلاص؟ لأن الشافعي يفهم الحديث أكثر من دمشقية، فعليكم أن تأخذوا بقول الشافعي حتى لو عارض قول الرسول.